الوضع بشكل عام صعب جدا على جميع النازحين، على الأغلبية. لا ما فيش حياة، لا يوجد مية ولا يوجد كهرب ولا يوجد أي حياة، فيش أي حياة، فيش أي حياة. أما بالنسبة للعدد، العدد ما تشايف العدد النازحين كتار. إحنا جينا من غزة حسبت إنه نروح على الجنوب، الجنوب منطقة آمنة. اليوم في الجنوب فيش منطقة آمنة بالمرة، حتى روحنا في مركز إيواء في مدرسة، برضو مركز الإيواء رموا علينا مناشير واتصلوا علينا منطقة حرب، وخلوا وروحوا على منطقة المواصي. جينا على منطقة المواصي المكان اللي احنا فيها، لقيت المكان هذا غير صالح للحياة زي ما انت شايف، مرمين في الشوارع.